سلطان. الله يطول عمرك ابشر. يا مرحبا يا ابو سويد. يا مرحبا والله مسح. يا مرحبا يا رجال. لا جعلني ما اخلى منك لا ابو سعود ولا ابو جلوي. الله يطول عمرك. تدرون وش في خاطر عيفان لكم؟ اي والله تدرون وش انتم عند عيفان؟ خبر والله الرجال بالعيون يشوف ما يشوف. انتم عيون الثنتين. الله يطول والله اني صادق. وانا اليوم متمني لو عندي امنيه اليوم تتحقق ان قصيدتي في البرايم انها ما تشغل لانها وجعتني اليوم وجعت قويه جدا 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 وطقتين في الراس توجع. ويقول عجيان ما محق من الفرقه اللي جات عقب اجتماع لو انها في ديني قلت مالك لوا. والله اني صادق لو انها في ديني انهم ما لهم لوا والله العظيم اني صادق. لكن اللي بقولها الله يوفقكم والنجاح قدامكم. انتم مبدعين، انتم ما عليكم خوف، انتم كنتوا تشحذون الهمم في البرنامج لنا احنا، انتم كنتوا تصنعون لنا كاركترات في المسرح، انتم كنتوا تصنعون لنا دخوليات وافكار وامور. لا ابو سعود ولا ابو جلوي يعني ما عليكم خوف، انتم ابطال. لكن نقول لعل في الامر خيره نطلع ونشوف ابداعاتكم ونجاحكم برا اللي احنا متعودين عليه. ما عليكم خوف والله ما عليكم خوف. لو انبه خوف 1% كان شفت رده فعل غير ذا الفعل. لكن ما عليكم خوف والله يوفقكم من يوم ما لقيت وجيك. الله يجزاك خير. بس عندك يا ابو سعود. من يقول ابو سعود؟ الله يستر عليكم.